بمعياته وأدابه. فما أسعدنا حين نلتقي لنحط للوعد موعدا وللنجوم موعدا. فاليوم تلتقي مدارس كفر ياسين كلها في حدث واحد ليجمعوا العلم والفن والكلمة الداعمة والأمل المداعم للعمل الدائم. وقد تعودنا أن يكون الواحد منا ضيفا عند الآخر في مناسباته، وأما اليوم فالكل للحدث شريك، الكل للحدث صارع. كيف لا وقد زرعتم الأمل وحصدتم الإبداع وطريق بكم المباركة، فبوركتم ودمتم متشاركين متعاونين ومساندين للعلم والتقدم. وختاما لا يسعني الا اقدم خالص الشكر والامتنان لكل من سار في انجاح هذا المعرض الله، واخص بالذكر الاستاذ الدكتور حمد الطربي مفتش المعارف. نشكر جهودهم ونقدر عاليا سعيه في رفع مستوى التعليم في كفر ياسين. نشكر ايضا المدارس جميعا واكد لهم كل تقدير واحترام. أقدم شكري لقسم المعارف للسيد أخي فصل مدير القسم والسيدة إيلان فرانسيس. الشكر الكبير للبروفيسور نعيم شحادي ولجمعية المياه على دعمه للمشروع. أشكر المعلمين.